مساء الوحدة الرئيسية مساء اليوم على الساعة 2:25 بحي الضايا مدينة الجلفة من أجل حادث وفاة شاب للأسف عمره 37 سنة المفترض اختناقا بغاز أحادي الكربون المنبعث من موقد النار المشتعل بقارورة الغاز البوطان. من هنا نجدد نداءنا بأخذ الحيطة والحذر والمراقبة المستمرة من لوسائل التدفئة أنابيب صرف الغاز أحادي الكربون والدخان أيضا. ماذا أقول اليوم؟ إحنا هو تعشى ثم عدنا وجاء وقالت تقعد وقعد تقعد وقعد بالك من الغاز بعد هذا كاريب طاب من هاي المخلوق دايرها يا سيد مخوه ويسخن عليها وجرتو الداه الداه النوم يا سيد مخوه جرتو مثل ما سيد مخوه دايم ربي الله فعل ايه جميل